بص أهلا وسهلا جينا عفو الفنجان يا بي محلى ملقاك أهل وإخوان وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان أسرة وخلان وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان وندوم بعز الوطن خير وإيمان يا بي دخيلك وينك يا بي راح طيب هلا 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 اسحب اتحج يما 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 طاف الجاي حي يقول احكي ويقص مين الدنيا يفرج يقول نص على نص والدنيا طلعت نزلت على الواحد ونص على الواحد ونص والدنيا طلعت نزلت على الواحد ونص اخضر يابس ومقحمش اشكال الوان هويني هويني اذبح 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 اعطي وينك ابو ربحي عليهم عليهم ولا عني وحد ربك وتعلم شغل هالراس خلي البلد يتقدم ونقوي الساس وامشي توكل في دربك مرفوع الراس مرفوع الراس وامشي توكل في دربك مرفوع الراس سامح صالح وبقلبك حب وايمان نص على نص وهيك انغلبت يا كابتن ليش بتضحك زي الديج اسمع علي اقول لك لسه في وقت مستقطع استنى شوي اي راحت عليك زمان بتفكر حالك لسه بالملعب انت اليوم يا دوب تدرب فريق الحاره حقك حقك اخ يا كابتن غافل هاي تاليها اصير العب معك شيش بيش وابعد اصير العب زهر هاي تاليها وما حد جايلك الكيلو بيش العب العب واحد ثاني بالكيلو واحد ثاني يلا النقطة الثانية على جدول أعمالنا إنه النادي بحاجة لمدرب جديد شو رأيكم في المدرب الصومالي إبراهيم أصلان؟ أنا ضد هذا الاقتراح طيب المدرب البلغاري كارازيتش؟ أنا بلغاري بلا نيوزيلندي أنا مع المحلي طيب مين موجود غيرهم على الساحة؟ في كتير وما بكلفوا بدنا واحد خبير وما يغلب ومش يعمل لي فيها مورينيو ويقعد يتطلب بدكم مدرب فيه كل المواصفات هاي معناته ما في غير هالواحد من هو يا جوجل زمانك؟ الكابتن غافر هو في غيره؟ بس هو هالأيام فاضي ترى أنا على حد علمي بدرب فريق حارات تعرف ما مرش علي حظ مثل حظك ولا بحياتي مر علي واحد زيك إيه هذا مش حظ يا غافر مش حظ هذا تكتيك تكتيك يا معلم تكتيك انت ولا بتعرف التكتيك غير الشعر بس اما اشي ثاني ما بتعرف تكتيك استنى استنى اجاني تليفون انا الكابتن غافل الغافل نعم مين حضرتك رئيس نادي البطة السوداء يا ميت مرحبا اهلا وسهلا بتكون ياني بالنادي ضروري خير ان شاء الله خير طبعا احنا حابينك تدرب الفريق السنه هاي يا كابتن على حساب عندكم مدرب اجنبي ولا مش فاهمين عليه صحيح يا جماعه الخير انا مش عارف شو بدي اقول لكم لانه الايام هاي في مشاورات بيني وبين فريق الماني اللي هو باير ميونخ على اساس انه اكون مكان جوارديولا مين جوارديولا لا يا كابتن غافل هذا النادي ناديك ولو وهو عشان هيك أنا صار معاي حرقة والسكر ارتفع شو يعني؟ يعني أنا مضطر إني أوافق عشان هذا النادي نادي البلد يعني معناته مبروك وعلى بركة الله وبالنسبة للأمور المادية لا تهكي الهم لا لا شو أمور مادية وما مادية ومحاسبة لا لا أنا بهمني إني أخدم النادي وارفع راية البلد سامعين الكابتن شو بقول هذا هو ابن البلد الأصيل بس في يعني لو سمحت شغلة بسيطة في مكسور علي أجار بيت 3 أشهر وفاتورتين كهرباء وفاتورة مي وتسكروا المسألة يونخ ماشي موافقين غيره واللي أوله شرط آخره رضا ما بدي حدا يتدخل بشغلي نهائيا أنا بحط التشكيل لحالي
وما حدا يتدخل فيها نهائيا. هذا صدق حاله ماشي، بس في اسماء يعني لازم نتشاور فيها. ماشي بنتشاور فيها، بس انا مثل العرب كلهم بالنهايه بحط اللي براسي. ماشي، ظل اشي ثالث خلصنا. نعم ظل اشي ثالث. يا ريت يا ريت اذا تفضلتوا، يعني بدنا معسكر مغلق وبالعقبه، لانه زمان ما رحت على قصدي عشان الفريق ياخذ راحته وراحه واستجمام يعني، ويعمل ريفريش. قديش رح يعطوك؟ شو اللي يعطوك ولا ما يعطوك؟ الله يسامحك يا قطفه، هذا ان دل على شيء بدل على عدم الانتماء عندك وما عندك مسؤوليه. اسمعي، شو الحكي الفاضي هذا؟ يما ابوي حاب يدرب نادينا المفضل وانت قاعده بتسولفي برواتب ومصاري. اكلنا وشربنا من ورا الحكي الفاضي تبعك، بكره بس يخسروا اول شيء بتطردوا. شو هالحكي هاد؟ بدل ما تنبسطي بتهبطي المعنويات. هبط المعنويات؟ هتجيبوا لي هبوط في القلب انتوا وابوكوا. سلامتك سلامتك من الهبوط، بس ديري بالك تهبطي على الدرجة الثانية. العصير عشان تعصر مخك يا عصارة قلبي. شكرا، حطيها واطلعي. حاضر حاضر. انت عارف شو بدي اقول؟ وانا شو بعرفني شو بدي تقولي؟ كاين مخك؟ متذكر نمر ابن اختي مريم؟ نمر؟ اه نمر نمر، مش هذا اللي بطلع على ناشونال جيوغرافيك؟ نمر ابن اختي مريم اللي كان هداف في الدوري في شو اسمه حاره قريعه. قريعه؟ وهداف دوري بقريعه. يا سلام، فريق هذا برفع الراس قريعه. اختي من الصبح بتطج فيي تلفونات بدها اياك تزكوا. ازكك ليش؟ انا كاين ديوان خدمه المدنيه ولا واقف على طابور؟ نفسي حدا يعتمد على نفسه الايام هاي كلها، بقها زقوا 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 زقوا. روحي يا بلا زقوا، بلا شو اسمه، روحي زقوا. واحد ما عنده قدرة شو زقوا. والله العصيرات يعني ما في عصير إذا ما زقيته. هيك لعاد يا عمي، ما هي البلد كلها محشوبيات وواسطات. المشكلة إنه الفريق هذا بده يلعب مع فرق أجنبية برا، عرفت؟ يعني شغله مش سهلة وبده يمثل البلد. هم مفكروها بلدية ولا مجلس ولا ما بدري شو، شو هالشغلة؟ استنى في تليفون جديد. الو، أنا سعادتك، شو بقدر أخدمك؟ والله يا كابتن غافل، في ولد من جمعيتنا خريج تمريض وعاطل عن العمل، وأمه قروشتني بيه. يا حبيبي، وهذا وين بدي أحطه؟ زادوا محل فريق الطبي للنادي. ان شاء الله ان شاء الله. هذا 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 بدي اقول ليش نص لعيبه البلد بيعتزلوا بدري. خذ خذ، روق لي دماتك الله يرضى عليك. شو اللي روق ما روق؟ اسكت يا ابو ربحي خربانه. نواب خدمات الله يكون بعونهم. الله لا يعينك انت الثاني. اسمع اقول لك، انا عارف هذا العصير مش حبا بي، قول لي اختصر شو اللي بدك اياه. يعني اذا شخص عنده خبره وكفاءه ما بتدعمه؟ لا بدعمه، بس شو الموضوع فهمني اياه. اخوها لام ربحي حسام، ما انت بتعرفه. بعرفه، مش هذا اللي بيدرس انجليزي؟ الله يكون في عون هالمدرسين على رواتبهم. ترى اختك ام ربحي بتسلم عليك وبتقول لك اذا في مجال يعني توظفوه عندكم بهالمنتخب يكون مترجم. يعني بدك اياه يترجم الفرص لاهداف. اسمع شوف بدي اقول لك ابو ربحي. ولو قول. عسيرة الانجليزي في مسبب اللغه الانجليزيه بيرددوها الامريكان، تعرفها؟
طبعا بعرف. فهمك كفاية. خذ كملها وسلم على أم ربحي. صحيح تشكيلة ما عليها أي كلام كابتن. طبعا كلهم شباب وناشئين، إن شاء الله رح يبيضوا الوجه. أيوة بس أنت يا كابتن غيرت تشكيلة الفريق كله. لا لا بالعكس يا أستاذ، أي مدرب بيجي يعني يتفرج مورينيو كابتشينو لما بروح الفريق بغير كل الشباب عشان يبث دم جديد. بس هيك جماعتنا بزعلوا، زرق لك لو واحد احتياط. بعدين يا كابتن في لاعب اسمه جمجمة، هذا مؤثر وخطير، أنت ليش مستثني؟ هذا جمجمة مش خطير، هذا خطر صدقني، هذا بيدخن وما بدي اياه يعود الفريق ولا يروح شوف للرئيس 50 دينار تحت حساب لانه الوضع مزنوق شوي. 50 دينار يا كابتن، كابتن غافل يا كابتن، يا كابتن اصحى. ها تأهلنا على النهائي، تأهلنا. انو نهائي؟ الفريق كله بحكي معاك، بدك تروح تدرب الفريق. درب الفريق؟ طيب خليني ارجع انام. وانت رجعت نام والفريق؟ قل لي لهم المدرب بده يقدم استقالته. تقدم استقالتك؟ ومين بده يدربهم؟ يحطوا اللي بدهم اياه، انا مستقيل. والنادي والفريق؟ يا بنت الناس، هاي عندهم ابن اختش مريم نمر، عندهم اصحاب السعاده والعطوفه وابو ربحي وام ربحي وعندهم. يا عمي ما بغلبوا، البلد كلها كفاءات ومحترفين. وتصبح على خير. الرياضة فن وإبداع، أخلاق وإنسانية، فيها العالم بتلاقى، لا عنف ولا عنصرية، فيها متعة وإثارة، تنافس لكن شريف. الرياضة حضارة ومعذب بهل بالضيف. نص جيناكم عفو الفنجان يا بي محنا ملقاك أهل وإخوان، وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان، أسرة وخلان، وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان، وندوم بعز الوطن خير وإيمان. يا بي دخيلك وينك يا بي؟ راح طي هلا 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 اجحب اضحج يمه يمه يمه. غافل جاي يحييك ويحكي ويقص، مين الدنيا يفرج يقول نص على نص، والدنيا طلعت نزلت على الوحد ونص، على الوحد ونص، والدنيا طلعت نزلت على الوحد ونص، اخضر يابس ومقح مش اشكال الوان. هويني هويني اذبح 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 اعطي وينك ابو ربحي؟ عليهم عليهم ولعت. وحد ربك وتعلم، شغل هالراس، خلي البلد يتقدم ونقوي الساس، وامشي توكل في دربك مرفوع الراس، مرفوع الراس، وامشي توكل في دربك مرفوع الراس، سامح صالح وبقلبك حب وإيمان. نصح.